عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين إلى روسيا للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى 70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية. الرئيس السيسي أجرى سلسلة من اللقاءات نتعرف على المزيد عنها في سياق التقرير التالي. احنا حريصين جدا جدا على ان احنا نطور العلاقه مع فخامة الرئيس ومع روسيا العظيمه ديت. Спасибо, господин президент. Мне очень приятно находиться здесь сегодня с вами. قمة ثالثة جمعت الزعيمين المصري والروسي على مائدتها. الرئيس السيسي الذي شارك موسكو في عيد نصرها 70 جمعه لقاء مطول مع الرئيس الروسي ناقش فيه سبل دعم العلاقات الثنائية، فكل من البلدين يسعى لأن يكون للآخر حليف. موسكو تعاني عزلة دبلوماسية وعقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي، والقاهرة تسعى لوجود داعم عسكري آخر غير الولايات المتحدة التي لطالما وعدت بذلك الدعم ولم تفي. سلسلة من اللقاءات عقدها السيسي مع قادة ورؤساء الدول الذين تم توجيه الدعوة إليهم لحضور احتفالات النصر، في مقدمتهم الرئيس الصيني الذي وجه الدعوة لزيارة بلاده في سبتمبر المقبل للمشاركة في احتفالات بكين بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية. وغير بعيد عن الصين، فالسيسي جمعته قمة هي الأولى من نوعها مع رئيس فيتنام، اتفقا خلالها على عقد اجتماع للجنة البلدين المشتركة خلال الأشهر المقبلة من أجل مزيد من الدعم والتعاون. كما التقى رؤساء الهند وكازاخستان وفنزويلا والتشيك وأرمينيا وبحث معهم سبل تدعيم العلاقات في المجالات المختلفة. زيارة مثمرة أتاحت للسيسي فرصة من أجل تدعيم العلاقات مع عدد من الدول التي لا تربطنا بها تقاطعات مباشرة، وتوجيه الدعوة لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل. الرئيس السيسي شارك بوتين وزعماء العالم في وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، واحتفل معهم بانتصار روسيا على ألمانيا النازية، مشاركة تمهد الطريق أمام عمق في العلاقات المصرية الروسية وتبعث رسالة مفادها أنها في عصرها الذهبي. رادو معتمد، النهار اليوم. وهاتفيا ينضم إلينا السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية للمزيد من التفاصيل حول التحركات المصرية الخاصة بمختلف القضايا. ونبدأ بعد الترحيب بسيادتك بمساعي مصر لمقعد غير دائم بمجلس الأمن، ماذا عن هذه المساعي حتى الآن؟ بالفعل المساعي مستمرة في كافة الاتجاهات ومع جميع دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة. الانتخابات الخاصة بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2016-2017 ستبدأ في أكتوبر القادم في الأمم المتحدة بنيويورك، وجميع أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة لديهم الحق في التصويت، ونتوقع إن شاء الله أن تفوز مصر بالمقعد غير الدائم عن إقليم شمال إفريقيا. السيد وزير الخارجية كان قد قام بزيارة لنيويورك منذ أسبوع، والتقى بجميع الدول الأعضاء في مجلس في الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجموعات الجغرافية السبع الموجودة، إن كانت المجموعة العربية أو الإفريقية أو الأسيوية أو اللاتينية أو مجموعة الدول القارية الصغيرة ودول الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا. ولما السيد وزير الخارجية من خلال اللقاءات التي أجراها مع المندوبين الدائمين لهذه المجموعات دعم لترشح مصر المقعد غير الدائم، أخذا في الاعتبار جدارة الملف المصري والدور الذي لعبته مصر على مدار أكثر من 60 أو 70 عاما منذ انشاء الامم المتحده في حفظ السلم والامن الدوليين وتنفيذ مقاصد الامم المتحده. مصر اوفدت اكثر من 35,000 ضابط وجندي مصري في اكثر من 37 عمليه حفظ سلام تابعه للامم المتحده في كافه انحاء العالم، في اوروبا، في اسيا، في افريقيا، وهناك العديد من الضباط والجنود الذين استشهدوا تحت رايه الامم المتحده دفاعا عن مقاصد الأمم المتحدة، فضلا عن
إن مصر سبق أن شاركت 5 دورات قبل ذلك في مجلس الأمن في أعوام 46 وأيضا أعوام 49 و61 ثم 91 وأخيرا 93، ومن ثم ستكون هذه المرة إن شاء الله السادسة التي تتبوأ فيها مصر هذا المنصب الهام، وده بيعكس استعادة مصر قوتها وفاعليتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. نعم، إذن يعني كما ذكرت سعادة السفير بأنه رصيد بيسمح أو بيدعم هذه العضوية التي تسعى إليها مصر. شكرا جزيلا لك سعادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن دار الوثائق القومية تمتلك ثروة ضخمة من التراث الوثائقي في مختلف المجالات، كما أنها تقدم معلومات مهمة مسؤولة عن رسم جزء مهم من الصورة العامة لتاريخ العالم. وأشار محلب خلال افتتاح المبنى الجديد لدار الوثائق القومية بالقاهرة بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتية، أشار إلى أن هذا الصرح الجديد يليق بمصر وتاريخها. لكن الحمد لله هذا اكتمل. الآن معظم وثائق مصر التي ذات الأهمية، وهي مجلس الوزراء، مجلس الشعب، المحاكم، الحقق، كل هذه الأشياء يعني لما تكون في هذا المكان موجودة على الرقم، وكذلك هي موجودة في مكان محفوظ، أكون أنا رديت شيء بسيط من فضل مصر علي. أي مؤسسة ثقافية جديدة هي إضافة حقيقية إلى قوة مصر الناعمة. أعتقد أن احنا قضينا النهاردة يوم جميل، وزاد من جمال هذا اليوم الكلمات الرقيقة اللي اتكلم بها الشيخ صقر القاسمي عن مصر وعن أيامه في القاهرة وعن حبه لهذا الشعب. أشاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بدعم دولة الإمارات لمصر وشعبها على جميع المستويات. وخلال لقائه بحاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون ومستجدات الساحة العربية والإسلامية. حاكم الشارقة من جانبه أشاد بجهود الإمام الأكبر في إقرار السلام العالمي ودعوته إلى وحدة المسلمين في مواجهة الأفكار المتطرفة. زيارات المسؤولين الإماراتيين إلى مشيخة الأزهر اعتيادية ومتكررة، وهناك تعاون كبير بين دولة الإمارات العربية الشقيقة وجمهورية مصر العربية بصفة عامة، وتعاون كبير مع الأزهر الشريف والتربية والتعليم، وهم يدعمون كل أنشطة الأزهر الشريف التعليمية والدعوية وكذلك التربية والتعليم بصفة عامة في مصر. وهذه الزيارة لا سيما أنه معروف أنه الشارقة يعني لها باع طويل في الثقافة العربية وفي الاهتمام بالعلوم والثقافات، فطبيعي أن إذا تكون هذه الزيارة إلى مشيخة الأزهر للتباحث في كيفية التعاون بين الأزهر الشريف وبين الإمارات بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة عامة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إلى قائدي السيارات، استخرج كرتك الذكي للوقود قبل منتصف الشهر المقبل.